أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد في الفقرة الثانية لحلقة اليوم. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وهذه الأقدار محسومة من الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا العمل بالأسباب. خلونا نتعرف أكثر عن الحالة الثانية لحلقة اليوم، خليكم معنا. طالما والصحة تاج على رؤوسنا، فإننا قادرون على تجاوز كل شيء، ومهما وقعنا فإننا نقف من جديد. فلا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة. وهذا كان حال عبد القوي، الأب لستة أطفال، والسند الداعم لهم، والذين يسكنون محافظة تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أطلب الله على الجهال، فكنت شقي بعد تبع البناء تبع الأعمال، ودربت من ثاني دور، وقلت لي نوبة الصرع، لأن عندي نوبة صرع من قبل، وقلت له أنا أطلب الله على الجهال. فدربت واكتسرت من العمود الفقري للفقرة السادسة، فالآن أنا أطبط روح الفراش لي سنتين، أقريت عملية للفقرة السادسة، ولم أستفيد منها شيء، لأن عندي شلل نصفي وقروح، ولي عندي 6 أولاد وزوجة، ولم أستطيع، لأن كنت هنا العائلة الوحيدة اللي أقوم برعاية الجهال وأقوم بكل تقديم لهم كل حاجة. قبل عامين كان عبد القوي يعيل أسرته بالأعمال الحرة التي يمارسها، ومنها البناء، معتمدا على قوته الجسدية، حتى شاءت الأقدار أن يسقط من الطابق الثاني بسبب نوبة صرع أصابته، وكان ما كان. أنا زوجة المريض عبد القوي عبد الجليل مهنوب والمعاق، أصيب بنوبة صرع وسقط من الدور الثاني، وأدي إلى كسر بالعمود الفقري من الفقرة السادسة، وأدي إلى شلل نصفي، ولو الآن سنتين مقعد، وأنا اللي أقوم بالأعمال، أخرج أجيب له العلاجات، أنا اللي إني أدير الأسرة، أنا ما معيش أني أحدا ومن يساعدني. وأصبحت الآن أنا الوحيد اللي أنا في البيت، الذي أخرج وأدخل أعمل كل حاجة. أنا ما فيش معانا مصدر دخل، أنا كان زوجي إلا شاقي بالبداية، ولا في فاعلين خير كيجوا يتفاعلوا معانا، هاي يقول لنا حاجة معينة مشو. نحن ساكنين بهذه المنطقة، هذه منطقة حرب، يصلنا الشظات لهنا للبيت الرصاص، يعني جالسين هنا بخوف نحن. أجريت عملية جراحية لعبد القوي، إلا أنها لم تنجح، وزادت الأمر سوءا، ليصبح قاعد الفراش متحسرا على ما أصابه، ليقرر الأطباء بعدها علاجه بالتدليك المستمر لمدة عام في أحد مراكز التدليك في تعز، وبمبلغ باهظ لا يستطيع توفيره. الحمد لله. أتمنى من فاعل الخير أن يتجاوبوا معنا، أن يفروا لنا حتى حق مسكن، حتى مبلغ، يعني حق. أتمنى من فاعل الخير أن يتجاوبوا معي حتى بحق بيت، أشتي لي بيتني، هالشي شنزع من المنطقة دي، وأشتي من شي ساعد زوجي المعاق مريض عشان يقوم قدام عياله، لأن نحنا في عنا له عملية، العملية ما نجحاش، قالوا يشتوا فعلوا له عمليات، يعني مش يقوم إلا بالعلاج الطبيعي. أتمنى من فاعلين الخير أن يستجيبوا معنا. هنا يعيش عبد القوي مع زوجته التي تقوم بخدمته ليل نهار، وأطفاله 6 في منطقة تماس، تحاصرهم فيها أصوات الرصاص من كل جهة، بعد أن عجز عن دفع إيجارات المنزل المتراكمة في منطقة آمنة، بجانب الديون والأدوية التي لم يستطع شراؤها، ومصدر دخلهم ما يجود به بعض من فاعلي الخير عليهم من فترة لأخرى، ما أسوأ العجز بعد الشدة، ولكن الحمد لله دائما وأبدا. أبي لنا مريض وتقرحات وكمان صرع، وأتمنى من فاعل الخير أن يدفعوا لنا حق المرض، مشان يقوم في قلب الفارس.
كيف البيت اللي انتم ساكنين فيه؟ البيت اللي احنا ساكنين فيه جينا القنص ويوم العيد يجي ترى نحب رصاصي هنا وشطا يعني مش مليح يعني يجي لنا الحرب هنا مكان خطر. أمنيات عبد القوي أن يكون له من اسمه نصيب فتعود له صحته وقوته وعافيته ليقف من جديد. أمنيته تتجسد في من يتكفل بإخراجه من مكان سكنهم الخطر ودفع قيمة الأدوية التي يحتاجها بعد إجراء عملية أو تدليك له حسب ما يقرره الأطباء. أتمنى أنه يرجع يقوم على رجله يمشي حتى يقوم حتى للحمام يقومه لنفسه. أي واحد يتمنى العافية لنفسه أشتو يقوم أكل يعني قدام جهاله وقدام عياله ومعه 6 أطفال. من الفاعلين الخير فعيت الهارة نتجاوب مع أبي ونتمنى أن أبي يقوم فوق الفراش لسنتين قاعدة فوق الفراش كان يشكي علينا كل واحد اللي كان يعطينا غد دراسة ولا ما معنا شيء. الأمنيات كثيرة وأبسطها الحياة في مكان آمن وصحة تسند الجسد من أجل العمل وستر من الله يدوم على عباده في السراء والضراء. فهل من معين لحال هذه الأسرة التي تتجرع المعاناة بصمت؟ نأمل ذلك. أتمنى من فاعلين الخير أن يدعموا زوج اللي هو مريض معاق أن يقوم بأشتو يقوم يتعالج عشان يقوم قدام أطفاله عشان يقوم يعالي يشقي على جهاله لأنه ما معيش حدا أني واني مرة بسط البيت ما فيش معي حدا ومعي أطفال. وأتمنى من فاعل الخير أن يسمعوا ندائي ويتجاوبوا معي. وهذا هو رقم تلفوني 77-25-470-63. فأتمنى من أصحاب الأيادي البيضاء فأصحاب الخير أن ينظروا إلى حالتي ويتجاوبوا مع حالتي وجزاهم الله ألف خير. كم رقم تلفونه؟ رقم تلفوني 7-91-7391-35-78. أعزائي المشاهدين، هنالك الفقير وهنالك الغني، هنالك المتعافي وهنالك المريض، هنالك السعيد وهنالك الحزين، ونحن هنا في برنامج سنابل الخير نحاول أن نكون سندا وعون لبعضنا البعض. نكون هنا قد انتهينا من مشوار حلقة اليوم. أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.